وده الدور المجتمعي لكل مؤسسات الدولة اللي بتتكامل وتنشط لي سواء لمكافحة المخدرات أو حتى لكل القضايا اللي بتهم المواطن. خلينا نروح للشرقية ونشاط حزب مستقبل وطن هناك، حيث نظم أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية زيارة وبرفقته وفد من الحزب وعدد من النواب لمدرسة الصم والبكم بمدينة بلبيس، وقاموا بتوزيع الجوائز وشهادات التقدير. وقامت أمانة الحزب بالعاشر من رمضان بتكريم بعض المتفوقين دراسيا بمدرسة الثانوية بنين بحضور القيادات التنفيذية والشعبية. تعالوا نشوف جزء من هذه الأنشطة في الفيديو اللي جاي. نحن معا نبني مصر ونحافظ عليها. أنا لا أستطيع لوحدي أن أنا أعمل كده، وما فيش حد يقدر لوحده يعمل كده. بالمناسبة الدولة ما بتعملش شعب، الشعب هو اللي بيعمل الدولة وبيحافظ عليها. كل اللي يحب بلده بلده بتحبه كده، عاش اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده. كل اللي يحب بلده بلده بتحبه كده، عاش اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده. فرح بلدنا كمان وكمان، طيبة ولاد بلدك بتبان، متشافة هي مش بس كلام. شوف قد ايه في قلوب حواليك عايشين وكل املهم فيك، ومصدقين كل الاحلام. ده الحب ده مش بالسهل، بس انت فعلا تستاهل. ايوه انت فعلا تستاهل، تستاهل كل خير. بيحسوا بيه قلبه عليهم، عايش عشان